واش الدراري كنت وعدتكم بانني غندوي لكم على عده برامج هجره وعمل في الدول السكندنافيه، ودويت لكم وبديت لكم بدوله فنلندا. الدراري راه خليت لهم الموقع ودخلوا تسجلوا، وشرحت لهم البلان ديال دوله فنلندا اللي ما تفرج في الفيديو، الفيديو راه كاين في القناه ديالي. وفي هذا الفيديو غندوي لكم على دوله النرويج، الدوله اللي من بين دول شينغل، الدوله اللي كتصنف ثالث اغنى بلد في العالم من حيث القيمه النقديه، دولة اللي عندها مقومات دولة ناجحة، الصالير يحترم كحد أدنى 3500 أورو كحد أدنى، كندوي لك على كحد أدنى. وفي هذا الفيديو غندوي لكم أخوتي الحباب على عدة برامج ديراهم دولة النرويج، وعدة وظائف اللي تقدر تمشي وتخدم في دولة النرويج بدون تعقيدات. كيفاش أخوي الحبيب؟ حيت كاينين بعض الوظائف في هذا البرنامج اللي غنقدم لكم ما صالحينش لك وما خدامينش لك، وما غتلقاش فيهم الفرصه ديالك حيت فيهم تعقيدات بالنسبه للمشغل وبالنسبه لك حتى انت اخويا الحبيب. يعني فيهم تعقيدات، المشغل كيلقى صعوبات باش يخرج لك عقد عمل، وزاره الهجره في النرويج كتصعب الامور على المشغل، وبالنسبه له حتى انت كيكونوا عندك تعجيزات، كيكون عندك تعقيدات من حيث اللغه وحساب بنكي وخبره وسنين الخبره والتخربيق كامل. انا غادي نبعدك منه وغادي نهربك من هادشي كامل، وغادي تحاول تركز معايا وغادي نوريك الوظائف اللي صالحين لك وخدامين لك بالنسبه للدول العربيه، بالنسبه لك كمغربي كجزائري تونسي مصري، يعني كاي دوله عربيه بغيتي تخدم على هذا البرنامج، هالوظائف اللي صالحين لك وهالوظائف اللي خدامين لك. كنتي بنت اول هاد الوظائف صالحين لك ومتاحين لك حتى انت. شنو هما هاد الوظائف اخويا جليلو؟ هاد الوظائف هما قطع الاشجار في الغابات، الزراعه والفلاحه والغرس، يعني مثل هاد الاعمال، السياحه، صيد الاسماك، وظائف متواضعه جدا، اي واحد يقوم بهاد الوظيفه على احسن ما يرام بدون صعوبات، يعني ما غيحتاج لا لغه، ما غيحتاج لا حساب بنكي، ما غتحتاج لا خبره لا حتى شي حاجه. انا هربتك من هذا الشيء، يعني اخويا الحبيب ملي غتدخل الموقع اللي في صندوق الوصف وتقرا هذاك الشيء وتقدم، ما تدخل تقلب على الوظائف، حاول تقلب على بحال هاد الوظائف اللي عندهم علاقه بالزراعه والفلاحه والغرس، قطع الاشجار في الغابات والسياحه وصيد الاسماك، راك فاهم. هادو هما الوظائف اللي تحاول تقلب عليهم فما تبان لك شي وظائف، وكاينين وظائف بزاف من هذا القبيل، يعني تدخل تقلب على بحال هاد الوظائف وتسجل المعلومات ديالك. وغنوريكم الا كملتي الفيديو من الاول حتى الاخر، غنوريك كيفاش تسجل المعلومات ديالك، كيفاش تملأ الاستماره وتصيفط الطلب ديالك وتسنى الرد في البريد الالكتروني ديالك بدون صعوبات. خويا الحبيب انت ما خاسر والو، الدراري اللي متبعيننا راك ما خاسرين حتى شي حاجه، دخل تسجل المعلومه اي برنامج. شوف شوف هاد اللحظة راه قسما بالله العلي العظيم، وكنحلف ليكم انا راجل ما عنديش مع الترعوي، راه كنقول معاكم راجل، راه قسما بالله العلي العظيم راه بزاف ديال الناس، راه كنتلقى التعليقات ديالهم وبزاف ديال الناس تواصلوا معايا، راه كيمشيو بحال هاد البرامج صح، راه كيمشيو كيمشيو النرويج فنلندا كندا، يعني تخيل معايا بحال هاد البرامج اصاحبي، بحال هاد البرامج كيهاجروا الناس وكيمشيو الناس وكيخدموا وكيتسهل عليهم الامور وكيتسر لهم الامور وكيسهل عليهم الله، بحال هاد البرامج اللي انت تقدر تكون حاقرهم. ما تحقرش الحاجه، انت ما خاسر والو، شاد التليفون ديالك، شاد القهوه ديالك، تفرج شي في الفيديو ديالي، دخل سجل المعلومات ديالك كامله وصيفط الطلب ديالك في كاع الوظائف اللي غادي تطلعوا لك واللي غادي تلقى، صافي وتسنى الرد ديالك وتسنى الفيديو الجاي كان شي برنامج اخر حتى هو تسجل فيه، ما تخسر حتى شي حاجه راك فاهم. والميزه الزوينه في هاد الوظائف وفي هاد العقد العمل اللي تقدر تحصل عليه في النرويج، يعني تقدر تحول هاد العقد لاي اقامه بغيتيها، يعني اذا بغيتي حصلتي على زواج تقدر تحول الاقامه زواج عمل، في شي حاجه اخرى تقدر تحول الاقامه عمل استثمار، تقدر تحول الاقامه استثمار، يعني اي نوع من الاقامات تقدر تحول الإقامة ديالك المؤقتة إلى إقامة شيء آخر كزواج كعمل كاستثمار، راك فاهم أنا كنحاول نوضح لك. ومدة الإقامة ديالك كمدة العقد اللي غادي تحصل عليه مع المشغل النرويجي، يعني كان عطاك عقد فيه 3 شهور غتاخذ إقامة فيها 3 شهور، عطاك عقد فيه 6 شهور غتاخذ إقامة فيها 6 شهور، عطاك عقد فيه عام غتاخذ إقامة ديال عام، يعني على حسب نوع العقد العمل اللي غادي تحصل عليه من عند المشغل اللي غيتواصل معاك وغتعجبو وغادي تصيفط ليه وغادي يصيفط لك عقد عمل، وانت غادي تطلع بهذاك عقد عمل غادي تدفع اونلاين
فيزا اونلاين غنوريك، غنخلي لكم حتى الروابط كاملين اللي غنجبد دابا غنخليهم لكم في صندوق الوصف. انت ما خاسر حتى شي حاجه في صندوق الوصف او اول كومونتير مثبت غتلقى كل شيء كيفاش تدفع فيزا اونلاين لدوله النرويج بهذا العقد عمل، لان هذه الفيزا سميتها فيزا العامل الموسمي. العامل الموسمي والاعمال الموسميه، الاعمال الموسميه هي هذه قطع الاشجار، الزراعه، الفلاحه، صيد الاسماك، فهمتي، السياحه، يعني هادو هما الاعمال الموسميه. وهذه فيزا العامل الموسمي اللي غتقدم عليها وهي اللي غادي تدفع باش تحصل على فيزا ديالك وتمشي لدوله النرويج وتخدم في هاد الاعمال وتحصل على اقامه وقابله للتجديد الى عجبتي المشغل ولا بغيتي تحولها تخرج من داك العمل وتمشي تقلب على عمل اخر، حيت انت راك في دوله شينغل يعني ما عندكش اشكال لحضرتي اقامه راه تقدر تمشي عده دول في منطقه شينغل. على ما اظن النرويج ماشي ما كاينش في دول الاتحاد الاوروبي ولكن كاينه في منطقه شينغل، على حيت كاينين دول كاينين في الاتحاد الاوروبي وما كاينينش في منطقه شينغل، وكاينين دول كاينين في منطقه شينغل وما كاينينش في الاتحاد الاوروبي. راك فاهم اش بغيت نوضح لك؟ يعني النرويج على ما اظن، تقدر تكون المعلومه ديالي خاطئه حيت انا درت بحث شحال هادي، النرويج ما كاينينش في الاتحاد الاوروبي ولكن كاينه في منطقه شينغل، ولكن العضويه ديالها مهمه في الاتحاد الاوروبي، كاينه كعضو في شي حاجه مهم سامع بحال شي شبخ شيشه بحال هكا. غندير بحث ونقول لكم بشنو كاين. على العموم دراري غدخلوا لصندوق الوصف غادي تسجل المعلومات ديالك اخويا الحبيب، ما غادي تخسر حتى شي حاجه، وقدم على جميع الوظائف اللي غادي تلقى عندهم علاقه بالزراعه والغرس وقطع الاشجار في الغابات والصيد والسياحه. والشروط ديال فيزا العامل الموسمي في دوله النرويج، الى حصلتي على عقد عمل في هذه الوظائف اللي ذكرت لكم ديال قطع الاشجار في الغابات والغرس والزراعه وصيد الاسماك والسياحه، هذو هما الوظائف المتواضعه. الى حصلتي على عقد عمل في هذه الوظائف المتواضعه ما غيكونوش عندك شي شروط اللي صعيبه جدا، شروط بسيطه، الباسبور ديالك سري المفعول وعقد عمل اللي غيصيفطو لك المشغل اللي غادي ترسل ليه الطلب ديالك على هذيك الوظيفه باش تخدم في هذيك الوظيفه اللي غتسافر. راك فاهم يعني حتى هنا راه حاولت نوضح يعني الشروط اللي بسيطه جدا، يكفي انك تدفع في هذه البرامج ديال الهجره وفي هذه الوظائف، ولا حصلتي على عقد عمل من هذه الوظائف غتحتاج باسبور ديالك يكون ساري مفعول وغتدفع اونلاين، غتدفع اونلاين. غنخلي لكم الرابط ديال فيزا اونلاين دوله النرويج في صندوق الوصف او مثبت في اول كومونتير. ودابا خلينا ندوزو لملء الاستماره وطريقه ملء الاستماره ديال هذه الوظائف. ملي غتدخل الموقع الثاني اللي مخلي لكم في صندوق الوصف وفي اول كومونتير مثبت غتلقى هذه الوظائف كامله، يعني هذه الوظائف كامله، غتقلب على الوظيفه اللي غتناسبك وغتناسب تناسب المؤهلات ديالك والوظائف اللي ذكرت لكم في الفيديو، وغتقدم على وظيفه من هذه الوظائف. ملي غتلقى الوظيفه اللي غتناسبك غتكليكي عليها، غتطلع لك هذه الواجهه، غتمشي تقديم على الطلب من عند صاحب العمل، يعني كتمشي تكليكي على هذه الخضره هي اللي بالخضر، تكليكي عليها كتطلع لك هذه الواجهه بحال هكا بهذا الشكل، كليكي على هذه العيبه اللي بالزرق ونقر هنا، راه جوجل كروم كترجم لك كلشي باللغه العربيه، راك فاهم. كدوزك نيشان الاستماره اللي غتملا، ها هي الاستماره، العامل المزرعه الغير الماهر، هل سبق لك العمل في وظيفه تتعلق بالعمل مع الماشيه؟ دير لهم نعم. قم بتقييم مستواك في اللغه النرويجيه والانجليزيه على المقياس، يعني شحال اللغه، المستوى ديالك في اللغه، دير لهم المستوى ديالك في اللغه عندما انت متاح لتبدا، يعني دير لهم الوقيته اللي انت تكون فيها متاح، قول لهم في اي وقيته، كم سنه ديال الخبره لديك، سنين خبره. وهنا تقدر تسجل فيديو لك شخصيا، كتقدم راسك وكتعرف راسك ليهم عن طريق فيديو وكتصيفطو وكتحملو وكتصيفطو ليهم فيديو لك شخصيا، راك فاهم، يعني كتصور فيديو كتعرف فيه على نفسك كتدوي فيه على راسك وكتصيفطو ليهم. وفي هذه الخانه اللي مورا الخاصيه ديال الفيديو الحق في العمل في النرويج، يعني كدير لهم لا ما عندكش فيزا النرويج وما كاينش في الاتحاد الاوروبي وما عندكش تاشيرات العامل الماهر النرويجي، يعني حتى كدير لهم لا، فهمتي، يعني عاد كدوز المعلومات الشخصيه. هنا دابا غندوزو المعلومات الشخصيه ديالك، اسم الاول، اسم العائلي، البريد الالكتروني، الهاتف، تحميل السيره الذاتيه ديالك، يعني تحميل السيره الذاتيه، ملفات اضافيه ورساله تحفيزيه كدوي فيهم عاوتاني، كدوي لهم على راسك، كتعطي واحد التحفيز على راسك، كدوي لهم على راسك، صافي، وكدير ارسال الطلب، صافي، وكدوز وظيفه اخرى عاوتاني كذلك ومثال، عجبتك كتكليكي عليها عاوتاني، كدوز بنفس الطريقه، تقدم نفسك
عادي جدا، ما كاينينش شي صعوبات، ما كاينينش شي تعقيدات. تقديم الطلب ما غادي يصير حتى شي حاجه، راه بغيتي تقرا هادشي كامل راه كتقراه عادي جدا، صافي واش وراك على هذيك الخضره كدوزك ديريكت للاستماره عادي جدا. كتملى اي كتورك ان قدم الان، صافي كتقدم الان صافي، كتملى عاوتاني هاد الاستماره، الاسم، الاسم العائلي، البريد الالكتروني، وصيفط اي وظيفه نفس الطريقه، سجل في كل شيء، ملفات ديالك، السيره الذاتيه، ورسل. غتصيفط ليهم في كاع الوظائف اللي فين دويش في الفيديو، يعني اللي عندها علاقه بالزراعه وقطع الاشجار والسياحه وصيد الاسماك، قلب ملي تلقى الوظيفه اللي غتناسبك قدم بهذه الطريقه، والله يجيب الخير، والله يسهل على اي واحد قلبه فيه الخير. دير بالاسباب وتسنى المكتب. نتمنى نكون وضحت الامور مزيان، وضحت لكم الامور مزيان، حتى شي حاجه ما بقات مضبه. نتمنى اخويا الحبيب تبارطاجي هذا الفيديو، نتمنى تخلي واحد لايك، دير واحد كومونتير تحفيزي، نتمنى دير واحد اشتراك، تخلي واحد ابوني في القناه باش يبقى يوصلك كل جديد. وما تنساوش الدراري تفعلوا داك الجرس باش لي لحت شي فيديو يطلع لكم مباشره، حيت كاينين اغلبيه ديال الدراري ابونين عندي في القناه ولكن ما مفعليش الجرس، ما كيطلعوش لهم فيديوهات ديالي. داكشي علاش اخويا حبيب فعل داك الجرس باش اي فيديو لحتو يطلع لك انت الاول، وتدخل تفرج فيه انت الاول، وتسجل انت الاول. تحياتي لكم اخوتي الحبايب، نتلاقاو شي فيديو جديد.